يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هني. النهارده نعمل وصفات لطيفه جدا. هعمل النهارده نوع من انواع العيش الغريب شويه يمكن او مختلف، وهو عيش بيتسلق. العيش ده بيتعجن وبعد طبعا بيتحط له خميره وكل حاجه، بس بيتسلق في ميه ببيكنج سودا لغايه ما ينفش كده، وبعد كده بيتخبز. هفرجكم عليه النهارده، هيعجبكم جدا، خاصة ان هو سهل الصنع جدا وليه قوام معين كده بعد ما يستوي، هكلمكم عنه بالتفصيل. حشوة بقى العيش ده هتكون ايه، او العيش ده احنا بنعمله ليه؟ علشان نعمل ساندويتش لاول مرة في برنامج لقمة هنية. النهاردة هنستخدم سلمون. احنا في البرنامج هنا بنحاول قدر المستطاع ما نستخدمش مكونات تكون غالية، بس قلنا النهاردة نخرج عن هذه القاعدة ونستخدم النهاردة السلمون، ونشوف ازاي هنعمل ساندويتش السلمون بالجبنة الكريمي. وبعدين بعد ما نخلص ده هنعمل ساندويتش تاني برضو لطيف جدا. هنعمل ساندويتش بيض بوتشت، اللي هو البيض اللي بيكون مستوي من غير قشرته، بيتسلق وهو من غير القشره بتاعته. طريقه حلوه جدا برضو هوريها لكم، اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله. ده هيتقدم مع السبانخ والثوم. هنشوف برضو طريقه لطيفه جدا للساندويتش ده. حلقه النهارده في الحقيقه هي حلقه فطار فيها ساندوتشين حلوين جدا، لو واحد فيهم بس عجبكم اعتقد ان دي هتبقى حاجه لطيفه جدا. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم نشوف ازاي هنعمل وصفات النهارده، وصفه منهم بالتفاصيل، ونشوف ازاي نعملها في البيت بشكل سهل وسلس. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. انا معاكم ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء. تقدروا تكلمونا على ارقام التليفون اللي هتظهر على الشاشه قدامكم او من خلال صفحه الفيسبوك لقمه هنية. يلا تعالوا نقول دلوقتي مقادير العيش البيجل ونشوف ازاي بيتعمل العيش ده، مختلف تماما لكنه عيش حلو جدا. يلا بينا، تعالي يا سمر نحط على الشاشه المقادير ونقول هنعمل ازاي العيش ده. مقاديره 3 كوبايات ونص دقيق، معاهم معلقه سكر، و 2 باكت خميره جافه، معلقه ملح، كوبايه وربع ميه، ومعلقتين زيت. وعايزين زبده بس نبطن بيها كده الصينيه اللي احنا هنحط عليها العيش ده. للتزيين بقى للسطح هنحط سمسم وحبه البركه، مش بس كده، هنحط كمان توم باودر وبصل باودر، هيدي طعم حلو للعيش نفسه مع الملح والفلفل. طبعا العيش ده بيستوي على مرحلتين. هو العيش ده فيه 3 مراحل، مرحلة التخمير، وبعدين مرحلة السلق، وبعدين مرحلة الخبز. تعالوا نتكلم عن السلق. لسلق العيش عايزين 8 كوبايات مية، معلقة ملح، معلقة سكر، ومعلقة بيكنج سودا اللي هي البيكربوناته. يلا نشوف هنعمل ده ازاي. طيب أول حاجة هنعملها إن احنا هنجيب العجان، وينفع العيش ده يتعمل على الإيد، يعني يتعجن بالإيد، ينفع طبعا جدا. وبعدين هنجيب الدقيق، ننزل بيه هنا كده، نخلي معانا شوية دقيق احتياطي عشان لو احتاجنا نلف العجينة تاني. وهاجي بقى هنا اخد رشة الخميرة اللي قلنا عليها، والسكر والملح، يبقى ملح وسكر وخميرة كده، مش فاضل غير المية. والزبدة دي مش هتتحط في العيش، دي هنبطن بيها سطح الصينية اللي هنفرد فيها العيش نفسه. يلا بينا. يلا يا سمر، هبتدي الف الاول لفه قبل ما احط الميه. ده بيساعد في ان المكونات الجافه تلف مع بعض وتختلط كويس. لما بحط الميه الخلط ده بيكون اصعب شويه، عشان كده انا هقلب وبعدين هنزل بقى بالميه واسرع شويه شويه. بما اني وقعت شويه ميه صغيرين بره كده، فممكن اجيب معلقتين ميه كمان انزل بيهم عشان اكون كده خلاص خلصت كميه الميه اللي محتاجه احطها. يلا اهو. ممكن دلوقتي بقى نسرع شويه سرعه الضرب. هنزل ببقيه الدقيق اللي انا كنت بحوشه.
لما بلاقي كده ان العجان وانا بعجن بيلف بس في تحت شويه دقيق كده مش طايلهم العجان، لازم اتدخل، ما اسيبش كده الايه العجن يحصل كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب سباتيولا مثلا، او ممكن اعمل ده بايدي على طول. اروح جاي كده ماسك العجين واضغط عليه لتحت عشان يلزق فيه الدقيق اللي ملفش معاه، وادي كده ايه ضغطتين ثلاثه لغايه ما الاقي ايه اللي حصل، لغايه ما الاقي ان الحله بتاعه العجان بقت من تحت نظيفه، يعني العجينه نفسها لمت الدقيق السايب في حله العجان. اضغط عليه كده اهو. بص يا سمر كده هتلاقي انه العجينه لميت بيها الدقيق اللي كان تحت. هنزل تاني العجينه كده وارجع العجان واخليه يلف لفه كمان. اغسل ايدي وارجع لكم نشوف هنعمل ايه بالظبط. طيب ايه بقى وقت العجن ده؟ هيقعد قد ايه الخليط ده يتعجن في العجان؟ انا محتاج من 5 لـ7 دقايق عجن. ليه؟ لان وقت العجن هو اللي بيتحكم في قد ايه العجينه بتمط. عشان كده لما بنيجي نعمل بيتزا مثلا بننصح بان هي تفضل تتعجن لمده 10 دقايق. ليه؟ عشان انا بكون محتاج عجينه البيتزا عجينه مطاطه شويه، فوقت العجن بيطول الخيوط بتاعه العجين. بس انا كده بالنسبه لي العجينه دي كده زي الفل. بعمل فيها ايه بقى العجينه دي؟ هطلعها كده وهاخد العجينه واجي هنا كده. انا بوريكم بالظبط انا هعمل ايه علشان اطلع العيش ده. واجي العجينه كده اروح جايبها وحطيتها في طبق زي ده مثلا في البيت. طيب بحتاج اغطي العجينه دي، يا اما اغطيها بستريتش، لو ما عنديش في البيت ستريتش بعمل ايه قماشه نظيفه مبلوله ونغطي بيها الطبق ده، وما تتحطش في التلاجة، تتحط بره في المطبخ عادي جدا لمدة من نص ساعة ل 40 دقيقة. بعد كده هلاقي ان حجم العجين ده، لان هو فيه خميرة، هتلاقوا حجم العجين ده كبر. حلو، لما يكبر حجم العجين يبقى كده خلاص الدقيق ده او العجينة دي اختمرت وجاهزة ان احنا نشتغل بيها. حلو جدا. طب وبعدين بقى هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنحط ميه على النار تغلي، احنا حاطين ميه هنا اهو على النار وهنعلي عليها درجه الحراره عشان نخليها تغلي. يلا. وهنا هجيب دقيق تاني جنبي علشان استخدمه في الفرد. وبايدي كده بفرد العجين على الترابيزه قدامي. بالشكل ده. عشان اخليه سطح الرخامه ما يلزقش عليه العجين اللي انا بستخدمه. وبعدين هجيب العجينه اللي خمرت وهروح واخدها كده، هحط ايدي كده في الجوانب الاول بتاعت العجينه واطلعها كده عشان اطلعها زي ما هي كده كوره. حلو، واحطها هنا كده. يلا. واجيب النشابه بقى النشابه هي كمان باخد كده من الدقيق اللي على الرخامه قدامي وبعدي ايدي على النشابه عشان برضو العجين ما يلزقش عليها. حلو، وبعدين هروح جاي ابتدي افرد العجينه دي كده. طيب قد ايه بقى سماكه العجين اللي انا عايز اوصل له؟ انا مش عايزه رقيق قوي، مش زي كده السماكه بتاعت مثلا البيتزا. لما بنيجي نعمل بيتزا رفيعه فاكرين كنا بنخليها العجين بتاعها رقيق جدا. لا مش عايزين نعمل كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه بالظبط. هفرد كده واستمر في الفرد في الفرد. يلا انا دلوقتي جاهز ان انا اوريكم هنعمل ايه بعد كده.
هجيب بقى الصينيه ونبطنها بالزبده. ازيك يا استاذه ايناس؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ انا كويس، انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويسه. كله حلو؟ كله حلو يا شريف، الحمد لله يا رب دايما منورانا. ربنا يخليك يا رب. اللي انت بتعمله النهارده ده غدا، مش والله يا شريف ده غدا طبعا. غدا يا شريف ده دفتر خفيف كده. ها؟ دفتر خفيف كده. ده كان زمان بقى، كان زمان يا شريف. ازيك؟ ربنا يديك الصحه يا رب دايما. ربنا يخليك. انا كويس الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. اولا انا بشكرك على المشروم، عملته دلوقتي يجنن. طيب الحمد لله، عجبك؟ جدا جدا جدا. قصدك المشروم المجفف امبارح صح؟ اه تحفة تمام. تحفة تحفة. حطيتيه في المية السخنة لغاية ما نفش تاني صح؟ بالظبط كده، ورحت عاملاه على طول بعد كده. حلو حلو جدا، دي طريقة كويسة جدا. وانتي المشروم اللي عندك مشروم لونه غامق صح؟ غامق هو اللي اتكلمنا عليه امبارح، هو اسمه شيتاكي مشروم. لا وبيجي من كوريا على فكرة. أيوة كمان. ايوه صح، كوريا الجنوبية. ما تخافش عليا شريف، انا فاهمة ده. لا انا مش خايف عليكي ابدا، ده احنا يعني سابين ورانا اسود. ربنا يخليك يا رب، وشكرا ليك على كل حاجة يا شريف. نورتينا وشرفتينا يا استاذة ايناس. انا فردت او بطنت الصينيه دي بالزبده، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنروح جايبين دي قطاعه انا هستخدمها في تقطيع العجين، بس انتوا في البيت لو ما عندكوش حاجه شبه كده بتقطع العجين تمام. اعتقد دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الاستاذه مروه الشافعي صح؟ خدتوها منها يا جماعه، ما يصحش كده. طيب لو ما عندكوش حاجه شبه كده تستخدموها في تقطيع العجين، تقدروا تجيبوا كوبايه كبيره وفنجال صغير فتعملوا الشكل بتاع الدونت العادي تمام. ده سهل يعني، اعتقد هتعملوا كده بسهوله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكم طريقه اسهل علشان تشتغلوا احسن. لحظه واحده، بصوا علشان ما تبقاش بالنسبه لكم الطريقه معقده، انا هجيب قدامي ورقه زبده واحطها هنا، و ورقه الزبده دي تعالوا بس نوسع عشان سمر تعرف تتفرج. اعمل ايه بس والله يا استاذ سمر؟ يلا حلو، انا كده وسعت لنفسي وحطيت هنا ورقه زبده كده. هعمل ايه بقى؟ هروح جاي هنا حاطط، واخد من الدقيق كده حاطط جوه القطاعه عشان اروح جاي قاطع فيها قطعه كده. حلو، قطعة شبه قطعة الدونتس، واستمر بقى واخد القطعة دي كده، ولازم تتفصل كده وانا ايه وانا شغال. يلا هاخد واحدة منهم كده ونشوف هنعمل فيها ايه بالظبط. نحطها هنا كده، يلا يلا بينا. ازيك يا استاذة سارة؟ استاذة سارة الو، ازيك؟ ازيك يا شريف عامل ايه؟ انا كويس، انت عامله ايه؟ بحبك قوي. الله يخليكي، تسلمي، ده من ذوقك والله. انا تبعك على التلفزيون وتبعك على اليوتيوب. طب كويس، تسلمي، ربنا يخليكي. قولي لي انت بتكلمينا منين يا ساره؟ انا من محافظه اسيوط. يا اهلا وسهلا بيكي، منورانا ومشرفانا. انا ممكن عايزه طريقه الحواوشي يا شريف. طريقه الحواوشي؟ حاضر، انزلها لك على الشاشه. الاسكندراني. الاسكندراني ماشي. بصي انا ما عملتش اسكندراني قبل كده في الحلقه، فهنزلك طريقة الحواوشي العادي وهقول لك تعملي اسكندراني ازاي. حاضر من عينيا الاثنين. شكرا يا شيخ، نورتينا وشرفتينا، شكرا لاتصالك وشكرا لتليفونك. شكرا، يلا بينا. طيب هستمر كده في تشكيل دواير من العيش اللي احنا هنعمله النهارده، كفايه كده دول. العيش بقى المتبقي ده هلمه، بص كده يا سمر، هلم ده ويتعجن ويتفرد ويتعمل بيه تاني نفس اللي احنا كنا بنعمله دلوقتي عادي، يعني ده هيتعجن كده مع بعضه تاني. حلو، وهيتفرد ويتعمل بيه تاني كذا واحد من أرغفة العيش برضو. عايز أعمل لكم واحدتين تلاتة أتخن شوية عشان تعرفوا الفرق ما بين لو تخنتوه أو رفعتوه، عشان كده حتة العجينة اللي اتبقت دي قلت أستخدمها مش هحطها في التلاجة. يعني بصوا كده مثلا، لو جبنا ده ورحنا عاملين فيه قطعة أكبر بشكل كده، إيه أكبر من الشكل اللي إحنا عملناه، بصوا هيكون شكلها عامل إزاي. هتكون كأنها وحدة دونت كبيرة
خمرانه، حالا هوريها لك، بس اشيل بس القلب بتاعها واوريها لك وكل حاجه تبقى تمام. اهي بصي سمر، ده هيدينا رغيف علو ضعف العلو ده، يعني شايف احنا العلو ده عامل ازاي هنا؟ لو احنا اللي انا ماسكه في ايدي ده بعد ما ينزل في الميه اللي فيها البيكربوناتو ومتبله بالملح والفلفل هيدينا ارتفاع اكتر من ده كمان، هيدينا كده ايه مره ونص الارتفاع ده. تعالوا نجرب ونشوف الفرق ما بين الاثنين، وعايزكم انتوا تقرروا في النهايه عايزين تعملوا انهي ارتفاع بالظبط. يلا بينا. طب انا ليه حطيت هنا على ورق الزبده؟ علشان لما تيجوا تشيلوه من على الرخامه ما يضايقكوش. يلا بينا. كده قدامنا واحده رفيعه، أي واحدة سميكة واحدة رفيعة، هتجيبها لكم سمر دلوقتي وأنا هقول لكم هنعمل إيه تاني. يلا بينا. بصي بقى يا سمر أنا هعمل إيه دلوقتي. أنا هاجي هنا في المية دي وهروح واخد رشة من أهو، إحنا محضرين الحاجات أهي، رشة من الملح ورشة من السكر، ولما نيجي نحط البيكربونات وهتلاقوا المية فارت، ده الملح، حطينا السكر ده الملح، دلوقتي هحط البيكربوناتو. بصوا ميه فارت ازاي، هروح واخد العيش نازل بيه هنا، وبعدين بعد ما بنزل العيش في الميه كده ايه اللي بيحصل؟ بعرف منين ان العيش ده جهز؟ لما العيش يقب على سطح الميه يبقى انا محتاج اقلبه قلبه واسيبه دقيقه واسيبه 30 ثانيه وبعد كده ارفعه من الميه. هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. يلا هنجيب له كده مصفى ولا حاجه. هديها كده قلبه. وانا مجهز عندي الصينيه خلاص اللي انا بطنت سطحها بالزبده عشان العيش ده قبل ما يخش الفرن زي ما كنت بقول لكم في بدايه الحلقه هيتبل بالملح والفلفل والبصل الباودر والثوم الباودر ويتحط عليه كمان سمسم وحبه البركه ويتخبز بالشكل ده. هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. ازيك يا استاذه فاتن؟ ريف. عامله ايه؟ تسلم يا شريف. الله يسلمك. العيش يعني الحياه. العيش يعني الحياه فعلا، ده حقيقي. ده يعني شكرا ليك. هل نفس مقادير العجينه دي ممكن نعمل بيها الفوكاشيا؟ لا، لان احنا محتاجين دهون اكتر شويه في الفوكاتشا اللي هو العيش الايطالي اللي بيتخبز وبيكون فيه زعتر او روزماري على حسب بتحبي انهي ريحه فيهم. في ناس على كمان اساس كافطار برضو يعني. ايوه صحيح. وفي ناس كمان بتحب تحط في الفوكاتشا خضار، يعني في ناس بتحط بتنجان، بصل مثلا على سبيل المثال، مشروم، طماطم مجففه وهكذا. لو عايزه الفوكاتشا نعملها لك في حلقه قريبه، ولو عايزه طريقتها بالتفصيل ممكن انزلها لك على الشاشه دلوقتي لو انت حابه. ان شاء الله. ايه رايك؟ وبعدين كمان في حاجه عجبتني، الساعه الديجيتال بتاعتك. الله يخليك. يا نهار ابيض والله. ماشي يا شريف، ربنا يوفقك. يا نورتينا وشرفتينا. شكرا يا استاذه فاتن، نورتينا. شفتي بقى سمر؟ سمر كل شويه تقول لي اقلع الساعه قبل ما تخش عشان بتشغلك. تسلمي. شكرا يا استاذه فاتن. يلا بصوا بقى كده، انا هرفع العيش نبص عليه بصه وننزله تاني يكمل سلق، قرب ينتهي، قرب يبقى جاهز ان هو يخش الفرن. ده او دي السماكه الرفيعه، واللي جوه في اللي جوه جوه الحله دي السماكه التخينه اللي احنا مجهزينها. يلا بينا، عايزين بس دي نفردها عشان ايه الكروشة بتبقى طرية جدا، حتى لو عملت كده هتتفرد بسهولة. يلا تعالي كده يا سمر من فضلك، ما يضرش ان يكون في كده حوالينا دقيقة يا سمر لان احنا ايه بنخبز فعادي. يلا هنروح عاملين ايه؟ هاجي هنا كده واروح جاي على طول كده مباشرة، هروح جاي حاطط هنا الرغيف اللي شبه الدونتس. واخد بقى ايه السميك كمان اللي احنا عملناه قبل بس ما ناخد ده. تعالوا ايه ناخد دي كمان. يلا ده هيكون في الاخر سميك جدا. بصوا اصلا هو اثناء السلق ازاي ارتفع، هيرتفع كمان وكمان جوه الفرن. يلا رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود فوق العيش، رشه سمسم
ورشه حبه البركه ورشه بقى ايه توابل. انا اخترت احط رشه من البصل الباودر والثوم الباودر، او كنت تحط رشه جنزبيل مثلا على حسب انتوا ايه التوابل اللي بتحبوها. العيش ده هيخش الفرن لمده 20-25 دقيقه لان هو استوى بشكل جزئي، في شويه تسويه حصلت في الميه، فهو بس هيكمل تسويه في الفرن. هناخد العيش ده نحطه في الفرن وناخد دلوقتي فاصل، علشان بعد الفاصل هنرجع بقى نشوف الحشوات بتاعت احنا هنعمل النهارده ساندوتش البيجل ده وعيش المسلوق ده، هنعمل بيه ساندوتش الاولاني اللي هو السلمون بالجبنه الكريمي، وبعدين هنعمل بالتوست وهكلمكم عن التوست برضو واحنا شغالين ساندوتش البيض مع السبانخ. يلا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكمل حلقتنا. يلا يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل حطينا العيش المسلوق في الفرن، العيش البيجل، وقلنا هنرجع من الفاصل نقول الحشوتين اللي هنستخدمهم في سندوتشات النهارده. تعالوا نبتدي بوصفه البيض بالسبانخ. يلا بينا. المقادير كالتالي: 4 بيضات، عايزين ورق سبانخ مقدار ربع كيلو، خل وزيت زيتون، عايزين بيف بيكن، ممكن تستخدموا بسطرمه لو عندكم، ملح وفلفل اسود، وعيش توست هوريكم هنعمل بيه ايه بالظبط، مع توم مفروم. بس هي دي المقادير البسيطه اللي هنستخدمها في الوصفه دي. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. يلا بينا. يلا بصوا انا هعمل ايه بالظبط بقى. هنا في الطاسه دي بدات اسخن الطاسه، هجيب عيش التوست اللي احنا قشرناه. يعني عايز اكلمكم عن الموضوع ده. التوست في منه توست الفاتح والحبه الكامله والغامق والسن وكل الحاجات دي. سيبكم من النقطه دي، عايز اكلمكم في نقطه ثانيه، ان في توست بيتباع قالب عشان تقطعوا السماكه اللي انتم محتاجينها، فده اللي انا اخترت ان انا استخدمه النهارده عشان انا عايز سماكه تخينه نسبيا. ليه؟ هنشوف مع بعض حالا دلوقتي. يلا هاجي هنا كده واروح واخد من التوست السماكة دي. يلا يا مروة ازيك؟ شيز انا بحبك قوي. الله يخليكي، تسلمي تسلمي ذوقك. قولي لي، انا متابعه كل حلقاتك وبحبك قوي يا شيز. يا رب دايما كده متابعانا، ويا رب دايما نبقى عند حسن ظنك ونعمل لك حاجات تعجبك. اكيد. انا كنت عايز طريقة الكب كيك يا شيز. طريقة الكب كيك؟ حاضر هنزلها لك من عينيا الاثنين. نورتينا يا مروة، هنزل لك الكب كيك حالا دلوقتي. هاخد الزبدة وهاخد بس كده مقدار بسيط قوي من الزيت، مقدار كده ايه؟ معلقه. واروح نازل بشويه صغيرين كده من الزبده. هرجع الطاسه هنا معلش يا سمر تاني على النار. يلا بينا. وهروح واخد واحد من قوالب التوست دي وليكن ده، واجي كده فوق النار احط عليه رشه ملح ورشه فلفل اسود خفيفه على التوست نفسه، ها؟ واروح حاطط هنا العيش. الناحيه الثانيه عندي ميه بتسخن، مش عايزها تغلي، عايزها قبل درجه الغليان بشويتين، وهنشوف هنعمل فيها ايه. واروح جاي كده ايه العيش ماسكه كده بايدي، تمام؟ وابتدي ان انا اقلبه. واول طبعا ما يبتدي كده ايه يتبطن بالزبده لازم استخدم مساكه او حاجه اقلب بيها. انت سمر مش شايفه الحته دي صح؟ هجيبها لك كده احسن. سلام سلام. يلا ويتحط على الجوانب بتاعته بقى كلها زي ما انتم شايفين كده. وخلي بالكم ما بيقعدش كتير في المرحله اللي انا بعملها دي، ده يا دوبك يعني كده ايه دقيقه زي ما انتم شفتوا. دقيقه ده يعني توتال الوقت كله. حلو؟ نعمل ايه بقى تاني؟ نجيب هنا كده طبق خارجي نحطه قدامنا هنا، وناخد فيه العيش ده ونحطه كده عشان تبصوا عليه بس وتشوفوا احنا عملنا فيه ايه. تاني نستمر نفس العمليه، هاخد كده ايه؟ ولما احس ان الدهون قلت سنه ممكن انزل بقطعه من الزبده كده ايه تمشي المسائل معايا. على الاربع جوانب هعمل نفس العمليه كده.
حلو قوي، كفايه الاثنين دول ونخش بقى على السبانخ، نشوف هنعمل ايه في السبانخ دي. يلا يا سمر، الطاسه دي همسحها بس كده من مكان العيش، وهستغل ان هي كان فيها زبده وفيها طعم زبده، فهمسحها كده بمنديل على طول، واروح جاي واخد معلقه من زيت الزيتون. يلا يا سمر، معلقه زيت الزيتون دي هحط لها معلقه ثوم، واروح جايب السبانخ نازل بيها هنا، واروح ايه مقلب بسرعه بسرعه كده مع رشه صغيره من الملح والفلفل، انا مش عايز السبانخ دي تغمق، فهعمل ايه؟ هنشوف حيان هنعمل ايه. هروح طالع مباشره بالسبانخ دي كده ايه من الايه من السمنه او من الزبده من التشويح على طول هنا، وابقى كده خلاص طلعت السبانخ. بصوا كلها عامل ازاي، شهيه جدا. مطرحها بقى هاخد البيف بيكن الشرايح بتاعته، واللي احنا مكانها ممكن نحط بسطرمه، وايه هحطها كده بس تاخد لسعه، بما انه الساندوتش هيبقى سخن فخلوا المكونات كلها سخنه، مع ان احنا ممكن نحط البيف بيكن ده ساقع في الساندوتش عادي. رصينا كده زي الفل. ما فاضلش في الوصفه دي غير ايه؟ ما فاضلش في الوصفه دي غير البيض نفسه، وهو مهم جدا في الحقيقه اللي هنعمله مع البيض ده. هنعمل ايه؟ الميه اللي على النار دي هنيجي، بص يا سمر، هنحط فيها معلقه خل. ليه بنحط معلقه خل؟ عشان الخل بيسرع التسويه بتاعت البيض. حطيت معلقه خل وكمان رشه ملح. انا كده البيكن ده بالنسبه لي خلاص كده خد اللسعه بتاعته اللي انا كنت محتاجها. هقرب مني كده الاثنين دول واحط البيكن هنا، ويبقى كده الطبق ده جاهز على التقديم، مش ناقص له اي حاجه غير البيض اللي انا هحضره حالا. يلا بينا نحط هنا كده الميه، واجيب بقى البيض بيضه بيضه. احنا هنشوف واحده يا سمر وبعد كده نطلع فاصل، علشان عارف ان انت وقتك ايه على قده. على انت زي الفل، انت مش على قدك، وقتك هو اللي على قد لا قد الدنيا يا سمر. يلا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ونفتح البيضه. هديكم نصيحه كده عن البيض، مهم جدا انه وانتوا شغالين بالبيض او البيض عامه ليه طريقه في التعامل كده، ما ينفعش ان احنا نحط البيض في التلاجه مع بقيه المكونات. ليه؟ لان البيض ممكن يلوث المكونات التانية، يعني البيض بيستوي ميبقاش فيه مشكلة، لكن البيض مثلا لو لمس الجبنة أو لمس العيش، الجبنة مش هتتسخن، هتتاكل ساقعة، فممكن يعمل تلوث، هيجيب كده إيه؟ يسيبنا بالسلمونيلا كده لا قدر الله. يلا بينا. هاجي هنا، عايز بس أمسح الطبق كويس عشان لاحظت إن هو فيه نقطة مية كده. أهم حاجة البيضة اللي إحنا بنفتحها ما تتكسرش، يعني ينزل صفارها وبيضها كل واحد فيهم باين وواضح وظاهر. الميه هنا كده عليت درجه حرارتها شويه، هاتي يا سمر، فاروح مقلل درجه الحراره، وبعدين هجيب كبشه كده مفرغه ولا حاجه، واروح جاي مدي الميه تقليبه كده. حلو، خلي الميه تلف في اتجاه واحد، وهي بتلف هروح نازل بالبيضه كده. يلا يا سمر، فخلي البيضه هي كمان تلف مع الميه لغايه ما يحصل ايه. لا حاضر، من عينيا هطلعك فاصل حالا دلوقتي. ممكن بقى ايه الم البيضه كده على نفسها. الله، بص يا سمر، البيضه لمت وهتبقى كانها مسلوقه في الميه. معلش هاتيها من فوق تاني قبل ما تطلعي الفاصل يا سمر. شايفه البيضه دي؟ انا هشيلها كمان دقيقه بالظبط، ممكن تطلعي فاصل نرجع نشيل البيضه دي نشوف شكلها عامل ازاي بعد ما استوت. يلا يا اهلا وسهلا بيكم، رجعنا مره تانية من الفاصل. قبل الفاصل كنا حاطين البيض يستوي يتسلق جوه الميه، وده سلق بطيء. بصوا بقى لما بيطلع بيكون شكله عامل ازاي. هو كده وهو بيتسلق في الميه. بصي بقى يا سمر هنا فوق كده، دي لسه مطلعينها، مطلع دخانه اهي. بصي بتكون شكلها عامل ازاي، بتبقى بيضه مسلوقه لكنها غير منتظمه، مش شبه البيضه اللي بنسلقها ونقشرها. ليه بنعمل كده؟
دي بتكون أطرى بكتير جدا من البيضة المسلوقة بقشرها. دي طريقة من طرق الأكل تكون حلوة جدا، خاصة الناس اللي بتحب تاكل البيض مش مستوي بالكامل. لازم نقول حاضر قبل ما نحط مقاديري، لازم نقول إنه مش كل الفئات ينفع تاكل البيض اللي مش مستوي بشكل تام، لأنه ممكن يكون مش آمن على صحتها خاصة الأطفال وكبار السن. يلا نقول المقادير. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بعمل الحشوة اللي هستخدمها في الساندوتش بتاع السلم. يلا يلا بينا. هدي كده تقليبه هنا، المقادير قدامكم، ثلاث شرايح سلم المدخنين، وهستخدم بقى العيش اللي انا عملته، مش هستخدم عيش تاني. اربع ثمرات ليمون، ورق شبت، وبصل احمر حلقات. يلا بينا. هاخد كده هنا ايه الشبت، رشه كده من الشبت، يلا تدي طعم حلو جدا. وممكن نحط الكيبرز دي برضو هتدي طعم حلو. لو ما عندكوش ممكن تحطوا خيار مخلل برضو هيكون عبقري جدا. واجي هنا بقى استخدم العيش ده في ان انا اعمل جواه الحشوه. يلا هروح جاي كده واخد واحد واحد من العيش البيجي اللي انا عملته، واروح جاي افرد فيه، افرد جواه كده الايه الكريمه اللي انا مجهزها دي، كريمه الجبنه والشبت. يلا بينا. تمام يا سمر، هنحطها هنا على الترابيزة. يلا نفرد 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 لغاية ما يبقى عندنا أرغفة من العيش ده جاهزة ومستنية الايه السلم اللي يتحط عليها وباقي المكونات. يلا بينا. خلاص خلصنا ده كمان كده، فاضل لي لقمه واحده بس كمان واكون خلصت العيش اللي قدامي، العيش البيجل اللي احنا شفنا ازاي بيتسلق اثناء الحلقه. يلا بينا. كده انا جهزت الارغفه المختلفه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ممكن نجيب الطبق مثلا اللي احنا هنقدم فيه الساندوتش ده. يلا اهو، واروح جاي واخد العيش حطه هنا كده بالشكل ده، واروح جاي ايه واخد قطعه السلمون اللي احنا اتفقنا عليها. بالشكل ده تاخد بقى حلقتين من البصل، للناس اللي بتحب البصل هتتبسط جدا بالموضوع ده، حلقتين كده من البصل، ونقفل عليها بالغطا بتاعها كده. يلا شايفه يا سمر انتي صح؟ زي الفل. نفس العمليه الناحيه التانيه هنا، محتاجين نطلع البيض اللي في النار ده يا سمر، هنعمل ده سوا انا وانتي دلوقتي، وناخد حلقتين البصل برضو. ممكن نحط بقى رشه كده ايه زيست ليمون ولا حاجه، هتبقى حاجه اخر عظمه. هاخد بس من قدامك دول يا سمر احطهم هناك بعد اذنك، والساندوتش التاني بقى نشوف هنعمل فيه ايه بالظبط. هاجي هنا اخد العيش اللي انا خلصته كده، ومحتاج اشيل البيضه دي. ممكن تجيبي دي يا سمر واحنا بنشيل البيضه من فضلك. يلا البيضه في الميه اهي، هروح جاي كده بمعلقه مخرمه مقصوصه من عندكم في البيت. يلا يا سمر، واروح جاي كده شايل البيضه بحرص عشان الصفار بتاعها ما يطلعش مني بس، واروح جاي في طبق. في المطاعم بقى بنعمل ايه؟ بنطلع البيضه دي في ميه بتلج عشان نفضل محافظين على درجه حرارتها. يلا واروح جاي هنا واخد سبانخ. بص يا سمر هنعمل ايه بقى؟ اروح جاي هنا واخد السبانخ حاططها هنا فوق، وفوق السبانخ هحط البيكن، او في البيت ممكن نحط البسطرمة كمان. اهم حاجه بس اني اتاكد ان في قاعده كده ممكن تستقبل البيضه عشان البيضه ما تجريش مني. هعمل ايه؟ تعالوا نشوف حاليا هنعمل ايه. اروح واخد كده البيضه دي واروح حاططها هنا. صفار البيضه بقى ده بيتفتح كده بيبقى فيه بقى ايه شغل عالي جدا. ممكن نعمل واحده كمان هنا حالا حالا حالا. يلا نعمل لك واحده كمان هنا كده سريعه. ممكن نعمل بقى ترتيب مختلف في دي. هنحط الاول هنا كده البيكن، وفوق البيكن ده
هنحط السبانخ. وناخد البيضة اللي احنا جهزناها ونحطها فوق السبانخ هنا. ده فطار من وجهة نظري لطيف كده وبسيط نقدر نعمله في البيت، شبه جدا الحاجات اللي بتتعمل في المطاعم وبنشوفها بره. دي كانت حلقة النهاردة، ودول كانوا وصفتين للفطار عملناهم في حلقة النهاردة، قلنا نعمل حاجة مختلفة عن الأيام المعتادة. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم السبت الجاي الساعة 1 الظهر على النهارده.